أي فكذبت الأمم رسلها. فهذا المقدر في الآية الكريمة، فماذا كان؟ فأخذناهم بالبأساء، أخذناهم بالشدة، الجدب، المجاعات، والضر في الأبدان. يعني أرسلنا رسلنا للناس، فالناس كذبوا الرسل في الغالب، كما هو الحال الآن، يكذبون الدعاة إلى الله ويتهمونهم. قال تعالى: فأخذناهم بالبأساء، أي قلة الطعام، قلة الشراب، قلة الماء، بالبأساء والضراء، الضر في الأبدان. ما السبب؟ ما السبب الذي من أجله تسلط المجاعات على الناس؟ ما السبب الذي من أجله تتسلط الأمراض والأوبئة على الناس؟ كانت أحياناً تأتي طواعين، طاعون والعياذ بالله، تصبح وأنت من قرية مثلاً لا تستطيع عد من مات اليوم. قريتك صغيرة، مات فلان وفلان وفلان، 500 شخص من قرية، يتعذر على الناس دفنهم، يتعذر على الناس دفنهم. فكانت أمم تباد، يعني كان الطاعون يجتاح بني آدم. مدينة صغيرة يقتل منها، يموت منها 4000 شخص، 5000 شخص، بكل ذلك بقدر الله، وتنزل بها أمراض وتنزل بها أوبئة. إلا أخذناهم بالبأساء والضراء. ما السبب في ذلك؟ لعلهم يتضرعون، لعلهم يقولوا: يا رب اكشف عنا ما نحن فيه. فلعل الأحداث التي تمر بنا تحملنا على أن نقول: يا رب تبنا إليك، أنبنا إليك، اصرف عنا الأذى يا رب، اجعلنا مستقيمين، اجعلنا ممتثلين أمرك، اجعلنا يا ربنا متبعين لرسلك الكرام، ولا تؤاخذنا بما فعل السفهاء منا يا رب، اصرف عنا وعن بلادنا وعن المسلمين الفتن ما ظهر منها وما بطن، والبلايا ما ظهر منها وما بطن، والنقم ما ظهر منها وما بطن. ويا رب إما ترينا ما يوعدون يا رب فلا تجعلنا في القوم الظالمين. فالفتن والبلايا والبأساء والضراء تسلط على الأمم، تسلط على الأمم لعلة من العلل، وهي أن يدعوا ربهم. إلا أخذنا أهلها بالبأساء والضراء،